أكثر من 40 عاماً وجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ترتكب على أرض مصر، وهو ما أفقدها أجود الأراضي الزراعية التي تمتلكها بعدما اختفى اللون الأخضر والثمار الناضغة وزرعت الأرض بالطوب الأحمر والكتل الأسمنتية. نظرة واحدة من فوق الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تكشف لنا حجم المأساة، بل إن هناك قرى بأكملها اختفت منها الزراعة تماماً، خاصة في محافظات الدقهلية والمنوفية والجيزة والغربية. عقب ثورة 25 من يناير ومع حالة الانفلات الأمني وتراخي الأجهزة، نشطت أيدي المعتدين لتصل حالات التعدي حتى الآن إلى 1,000,000 حالة تعدي على أجود الأراضي الزراعية في كل محافظات الجمهورية. دمرت هذه التعديات 43,000 فدان على الأقل، فمصر تخسر 345 فدانا أسبوعيا، أي أن هناك 430,000 نسمة في مصر مهددين بأن لا يجدوا الغذاء، خاصة أن كل فدان يتم التعدي عليه يوازي حرمان 10 أفراد من طعامهم، وما زالت الأرقام تصرخ معلنة حجم الكارثة في مصر. مصر أصبحت تستورد أكثر من 50% من الغذاء من الخارج، وفي ظل نزيف خسارتها للمزيد من رقعتها الزراعية ستزداد الفجوة، وهو ما يهدد الأجيال القادمة طبقا للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة مؤخرا، حيث أن استمرار التعديات خلال الشهور المقبلة يضعف قدرة الدولة على تنفيذ برامج الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب والغذاء. حجم الكارثة يؤكده أيضا تقرير سابق صدر عام 2011 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. أعلن هذا التقرير احتلال مصر المركز الأول في معدلات التصحر التي تعني انكماش مساحات الأراضي الزراعية وتدهور خصوبتها وانخفاض إنتاجيتها بسبب تزايد معدلات التعديات عليها. تأتي محافظة المنوفية في صدارة المحافظات الأكثر فقداً لأراضيها الزراعية، تليها الدقهلية ثم البحيرة والشرقية وقفر الشيخ والغربية. هذا ليس تقريراً أيها السادة، بل إنه نداء واستغاثة إلى المسؤولين بأن يتخذوا كافة الإجراءات للحيلولة دون تفاقم الكارثة، وإلى المواطنين بأن كفوا أيديكم عن الأراضي الزراعية. والحقيقة أنه هذا الخطر وهذا الحال الصعب الذي أوصلنا إلى أن نحتل الصدارة ونصبح الدولة الأولى عالميا التي تواجه خطر التصحر من خلال هذه التعديات المستمرة على الأرض الزراعية، الحقيقة أنه ده مش نتاج النهاردة ولا امبارح ولا السنة اللي فاتت ولا السنتين ولا الثلاثة فقط اللي فاتوا، بالتأكيد خلال سنوات طويلة مضت رصدنا ورأينا، وربما الكثير تحدث وربما البعض حاول أن يصرخ محذرا من خطورة هذا الوضع، ولكن بعد ثورة 25 يناير وبعد 30 يونيو وكان هناك استغلال من قبل بعض المخالفين لهذه الحالة السياسية والأمنية التي كانت عليها البلاد، وبالتالي كثرت حالة التعديات على الأراضي الزراعية. كيف ستتعامل الحكومة المصرية الحالية مع هذا الخطر؟ كيف سيتعامل وزير الزراعة الحالي السيد أيمن محمد فريد أبو حديد؟ مساء الخير سيادة الوزير. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بيك، وبشكر يعني تجاوبك وتلبيتك لدعوتنا على الرغم من الكثير من الجولات التي تقوم بها لأسباب مختلفة، على رأسها الحقيقة يعني هذه التعديات التي نرصدها. قمت حضرتك بالكثير من الجولات وتحديدا خلال شهر أكتوبر، وربما كنت على رأس مجموعات تعاين وترصد وربما تزيل بعض من هذه التعديات، كيف تقيم هذا الخطر؟ الخطر مش بس على الأرض الزراعية اللي تم البناء عليها، ولكن الخطر بيتعدى ذلك إلى أنه أصبح اتجاه، أصبح ثقافة شعب. الخطر أيضا أنه لا يمكن أن يوكل وقف التعديات على الأرض الزراعية فقط إلى الحكومة، لأن الشعب المصري نفسه ضروري يكون على دراية وعلى رغبة في أن هو يحسن هذا الوضع. لو أن هذا الاتجاه استمر وقلنا أن احنا نقدر نستصلح أراضي جديدة ونقدر نزرع فيها، نفس المفهوم اللي جاري حاليا هيجري تاني. يعني أنا لو استصلحت أرض زراعية جديدة وفي الصحراء ودفعت 60,000 جنيه أو 40,000 جنيه لاستصلاح فدان واحد، وبعد شوية
عشر سنين ولا حاجة هيكون المستخدم لهذا الفدان محتاج ان هو يسكن ولاده او محتاج ان هو ويبيع الارض حوالين المناطق بتاعة التجمع، فبالتالي هلاقي ان الثقافة نفسها انتشرت الى هناك وفقدت الارض اللي انا استصلحتها بكل الاستثمارات اللي حطتها فيها. ولكن البعض يتحدث انه هذه الثقافة استمرت انتشرت توغلت بسبب عدم وجود رادع، يعني المسؤولين والجهات الحكوميه وعلى مدار سنوات طويله جدا كانوا بيقفوا موقف المتفرجين من التعديات الى حد كبير. وكانت دايما صرخات الفلاحين بان انا محتاج ابني علشان اسكن ابني. بالزبط. حقيقه الامر مش ده اللي حاصل، لان احنا شايفين في الصور الجويه المباني على الارض الزراعيه على حدود الوادي والدلتا وجنبها الصحراء ما فيش مبنى عليها. فده فيه اتجاه قاتل يجب ان احنا نتصدى له، ما ينفعش ان احنا نتصدى له فقط الحكومه، وهتكلم عن دور الحكومه في الموضوع، دور اساسي طبعا، ولكن ما ينفعش ان احنا نتصدى له فقط كحكومه، يجب ان احنا نتصدى له كشعب، يجب ان المصريين نفسهم يقفوا يعرفوا ان هذا الاهدار للموارد الزراعيه القليله اللي موجوده عندنا هياثر علينا تاثير جامد، وان احنا يجب ان احنا نعلي قيمه ان الحفاظ على الارض الزراعيه واجب علشان نقدر نلاقي لقمه عيشنا في المستقبل. النهارده وربما المنشات والخبر الرئيسي في جريده الاهرام هو الموافقه على منح حوالي 405 من مهندسين بوزاره الزراعه حق الضبطيه القضائيه للتعامل مع التعديات على الاراضي الزراعيه. ازاي ده ممكن يكون مفيد يا فندم؟ اولا احنا طلبنا سنة 2011 ان جهاز حماية الاراضي يمنح الضبطية القضائية ولم يتم، ثم لم يطالب به في خلال السنتين الماضيين. في هذه الحكومة بمجرد ما طلبنا ان يكون في ضبطية قضائية وزير العدل بادر مشكورا بانه هو خد الاجراءات اللازمه وتم الموافقه على منح 405 من موظفي حمايه الاراضي الضبطيه القضائيه. دي تفرق في ايه؟ الضبطيه القضائيه معناها ان مسؤول حمايه الاراضي سوف لن يحتاج انه يقدم بطلب لعمل محضر، هو هيعمل المحضر وهيقدمه ويحوله مباشره للنيابه، وبالتالي هيأثر دوره التقاضي وهيقلل من إمكانية التغاضي عنها. دي من ناحية. البعض ربما يتخوف، هل موظفي وزارة الزراعة حائزي هذه الضبطية القضائية قادرين على مواجهة التعديات، قادرين على مواجهة أصحاب المباني؟ بتقل ان احنا اول ناس بنتخوف من كده اللي احنا اللي مسؤولين في وزارة الزراعة. صحيح. عشان كده دايما هنعمل دورات تدريبية مستمرة لتوعية المسؤولين عن حماية الأراضي بدورهم وبحدود سلطتهم وبالعقوبة اللي ممكن تقع على أي واحد منهم يكون فيه مخالفة، لأن سوف يكون هناك عقوبة رادعة لو حصل أي مخالفة أو أي سوء استخدام لهذه الصفة. سيادتك وبتتكلم عن طلبنا في 2011 ولم يتم الالتفات لهذا المطلب، خلال السنتين الماضيتين لم يتم الالتفات. طبعا يعني يجدر الإشارة وهنا وقفة أنه السيد الوزير أيمن فريد أبو حديد يتولى وزارة الزراعة للمرة الثالثة منذ 2011. الحكومة الأولى كانت حكومة الفريق شفيق، الحكومة الثانية كانت حكومة دكتور عصام شرف، والحكومة الثالثة كانت حكومة دكتور حازم الببلاوي. هل كان في فروق في المهام، في الصعوبات، في المسؤولية عن يعني في هذه الحكومة عن الحكومتين السابقتين؟ في نوعين من الفرق. الفرق الأول هو فرق عام، إن الحكومات السابقة كان فيها كم كبير من الثورة وكم كبير من عدم فهم حق الثائر، وبالتالي كان فيها تجاوزات كتيرة وكان فيها في منتهى الصعوبة ان موظف عام يقدر يقوم بعمله.
اعتقد ان في الوضع الحالي في الوقت الحالي في تفهم اكبر لمفهوم الثوره يعني ايه والحق الثائر ايه من جانب مين من جانب الناس من انا بتكلم الناس. من جانب الناس يعني في وقت من الاوقات في سنه يناير 2011 وفبراير 2011 ومارس وابريل كان في منتهى الصعوبه ان الواحد يلاقي 10 دقائق على بعضهم قاعد في المكتب يفكر او قاعد يتكلم في 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 شيء في عدم وجود مظاهرات ومطالب فئويه من داخل الوزاره نفسها من داخل ومن خارج الوزاره أي. كان دائما اولا كنا بنخرج زي كده البادي سيرفينج يعني محمولين على الاكتاف وندخل الوزاره في وسط زحام ونخرج في وسط زحام ودائما الناس كلها عندها مطالب وعندها يعني رغبه جامحه في تحقيقها فورا ودي اعتقد الان تحسنت الى حد كبير واصبح هناك قنوات اكثر وضوحا للتعبير عن الراي والاستجابه للح... دي من ناحيه من ناحيه تانية الحكومه الحاليه فيها العديد من الوزارات الواحد بيتشرف بانه هو يعرف يتعامل معاهم بنعرف نتعامل بمنتهى السرعه والتفاهم مع وزاره الداخليه مع وزاره التموين مع وزاره الصناعه مع وزاره التنميه المحليه ومع وزاره الماليه في واضح مع العدل كمان بعد مؤكد مع وزاره العدل طبعا يعني لان الظواهر كلها بتقول ان هناك يعني نوع من التفاهم العام في الحكومه وده ما كانش موجود الى حد كبير في الحكومتين السابقتين اللي كنت ليا شرف برضو ان انا اكون فيهم. الظروف الحاليه افضل كتير وواعده اكتر على الرغم من غيابك سنتين، ولكن عندما عدت تجد انه الظروف افضل، ولكن هل كان في ميراث تركه للإخوان المسلمين بعد يعني العام الماضي؟ من المؤكد أن حصل العديد من التداخلات خلال الثلاث سنين الماضية، مش السنة مش بس العام مش السنة الماضي اللي فاتت بس وكان في دايما دخول لكوادر قد لا تكون مؤهلة فنيا ولكن لها اتجاهات سياسية كوادر إخوانية بالطبع في إطار عملية الأخوانة أخوانة الوزارات، ولكن أول ما تولينا هذه الفترة ابتدينا نفحص العاملين مين اللي جه خلال العام الماضي خلال العام الأسبق مين له خلفية علمية أو خلفية فنية أو إدارية تكفل له أنه يكون أو لها أنه يكون لهم الوظيفة المطلوبة ومين ملوش واللي ما كانش له ما مؤهلات تكفي استبعدناه خصوصا لما يكون معين جديد. تمام، يعني ما كانش الاستبعاد بناء على اتجاه سياسي او موقف سياسي او رأي سياسي، ولكن كان بناء على الكفاءة فقط. وإلى الآن لأن احنا عندنا في وزارة الزراعة العديد من العاملين بكل الاتجاهات السياسية، واحنا ما بنفرقش بين أي اتجاه سياسي وآخر طالما أن عمله في الوزارة هو أداء دوره المنوط به وملتزم بالتعليمات والقواعد الحكومية في الأداء والتصرفات. سيادة الوزير، كنت رئيس مركز البحوث الزراعية قبل توليك هذه المهمة، وبالتالي لديك احتكاك وعلم بتفاصيل وضع الزراعة والمزارع الفلاح المصري، كيف تصف حاله النهاردة؟ أعتقد أن الفلاح المصري النهاردة يمكن تكون في بداية أزهى عصوره. Yeah. فعلا لأن أولا الدستور الجديد لأول مرة في الدساتير المصرية كلها يتحدث عن الزراعة في المادة 29 ويقول أن الزراعة مكون أساسي من الاقتصاد في مادة لوحدها وأن الأرض الحكومة بتتعهد بحماية الأراضي الزراعية وأن الحكومة تتعهد أو تلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج والحكومة تلتزم بشراء المحاصيل الاقتصادية عن طريق الاتحادات والنقابات والجمعيات وخلافه. وبالتالي هناك أيضا المادة 30 بتتكلم عن الثروة السمكية، ففي تغطية كاملة للزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية. أيضا في عديد من المواد الأخرى
هناك اتجاه واضح إلى وضع تأمين صحي للفلاح ووضع معاش للفلاح. إزاي هيتم ضبط النقطتين دول، تأمين صحي ومعاش؟ كل هذه النقط محتاجة مش ضبط بس، محتاجة تشريعات بتأكيد. يعني دي مبادئ دستورية على الحكومة التالية بعد إقرار الدستور، وإن شاء الله يكون في إجماع شعبي على النزول والاستفتاء، وناخد هذه الخطوة كخطوة مباركة على أساس إن احنا نقدر نتحرك بيها. بعد إقرار الدستور هيكون فيه الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبعدها هيكون فيه تشكيل لحكومة جديدة. أتمنى أن الحكومة الجديدة تاخد هذه المبادئ الدستورية تحط لها التشريعات والقواعد والعوامل المنظمة لتنفيذها، بحيث أنها تقدر تحقق المطالب بتاعة الفلاح في المستقبل على أحسن ما يكون. وبالتالي دي نقطة بداية رائعة لم تكن متاحة سابقا، على الرغم من إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، إلا أنه حضرتك بترى أنه بداية أزهى عصور الفلاح، لأنه في مادة وربما أكتر، ولكن هناك مادة، المادة 29 تتحدث تفصيليا عن حقوق الفلاح. بالضبط. ولما نيجي نتكلم على 50% عمال وفلاحين، أنا مش هتكلم، أنا هستعير كلام قاله ممثل الفلاحين في حديث تلفزيوني من يوم ولا من يومين، واعتقد انه هو لم يكن توظيف 50% عمال وفلاحين التوظيف الامثل لتمثيل الفلاح والعامل، ولكن الفلاح والعامل التمثيل الامثل بتاعهم يكون لما ينزلوا للانتخابات ويعبروا عن رايهم هم، ويعبروا عن اتجاههم اللي فيه مصلحتهم، ويطلبوا تعيين نواب يمثلوهم بحقيقه، وبالتالي هيكون الوضع افضل لهم. طيب، إذن ده حديث وكلام السيد وزير الزراعة عن الفلاحين وواقع الفلاحين، ولكن ماذا عن مطالب الفلاحين، مشاكل الفلاحين؟ هنتعرف عليها ولكن بعد الفاصل.